أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الذي يرد السنة أو يقول بأن القرآن قد يحصل؟ هل الذي يقول أحسن الله إليكم: هل الذي يرد السنة نعم أو يقول بأن القرآن قد يحصل فيه نقص، هل هذا من النفاق؟ هذا كفر، ما هو بنفاق، هذا ردة. اللي يقول أن القرآن فيه نقص هذا يكفر والعياذ بالله، لأن الله لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومكذب لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا من عهد الصحابة الذين جمعوا المصحف إلى وقتنا هذا مجمعون على أن هذا هو القرآن الذي نزل على محمد، وأنه لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف. نعم.